على ضفاف شاطئ جلدمور الشهير، أقيمت أول ندوة حول السينما ودورها بين الماضي والحاضر، واستعرضت المراحل التاريخية لبداية السينما في العاصمة المؤقتة عدن. اليوم كانت معنا فعالية أو أمسية ثقافية فنية حول دور السينما في عدن في الماضي والحاضر. كان معنا مخرجين ونقاد سينمائيين تحدثوا عن دور السينما، حيث أن دور السينما في الفترة الحاضرة تدهور بشكل كبير. الندوة التي قدمت ملخصا لتاريخ السينما واستعرض فيها المشاركون مسيرة الجمهور العدني وعلاقته بهذا الفن. ظل هناك أزمة أو مشكلة صناعة الأفكار أو السيناريو، هي من أكثر الأزمات أو المشاكل الموجودة في الإنتاج السينمائي على مستوى العالم وليس على مستوى اليمن، ولكن هذه الفعاليات أو إقامة هذه النشاطات تعتبر بادرة جيدة لتنشيط الحركة السينمائية ولتحفيز الشباب، وهي رسالة أيضا لكل من هم مهتمين بالسينما بأن هناك فعلا جهات أو مؤسسات شبابية أو منظمات غير ربحية تهتم بهذا الجانب وتحاول أن تساعدهم. اليوم ندوة وغدا دورة وبعد غد مهرجان وهكذا. تحدث فيها مجموعة من الممثلين والمخرجين الذين ينتمون إلى هذا الفن، أبرزهم الممثل والمخرج أحمد حسين، حيث تطرق إلى العراقيل التي وقفت بين قدراتهم في صناعة الأفلام والأوضاع السياسية التي لم تشجع على صناعة الأفلام سابقا وحتى وقتنا الحاضر. السينما هي صورة وإبداع وفانتازيا، يعني خيال، أشياء شيء لا مألوف. فأغلب الأفلام العالمية حازت على جوائز على أنها خرجت عن المألوف، جابت للمشاهد صورة غير اللي كان يتوقعها، مشاهد غير اللي كان يتوقعها. فهذه السينما يجب أن يجد الممثل أو المخرج أو المؤلف الشاب ضالته في الشيء الغريب العجيب، كسر القواعد، أن يبتعد عن الطبيعية، عن نقل الواقع كما هو، بل يعني مثلا المسرح والفنون هي مرآة فعلا، لكن ليس لنقل الواقع كما هو، ما استفدناش حاجة، لا، نقل الواقع وتغيير الواقع. هذه الأمسية الفنية التي ألهبت الحماس لدى الحضور قام بإحيائها عشاق السينما للتأكيد على دور صناعة الأفلام القصيرة حتى وإن كانت بجهود متواضعة. تستمر مثل هذه الفعاليات كما يعد منظم مهرجان عدن للأفلام القصيرة تمهيدا للحدث المرتقب في مايو من هذا العام. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.